بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا فيكم اخواني، الحمد لله بالعالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في الامس ابتدأت رحلة جديدة مع وتحدي جديد مع المانك مود. مانك مود وانا ترجمتها بوضعية راهب او وضعية الناسك أو وضعية الزاهد، سموها أيهما تشاؤون. هي المانك مود ترجمتها الحرفية وضعية الراهب، لكن إن كان هناك طبعا هي ليست وضعية تدينا بقدر ما هي وضعية علاجية لمن ابتلي بإدمان الإنترنت والمشتتات وإدمان الإباحية. دخل فيها هذه جيب داوغ لايشلونغ كثيرين من النوفابرز، وأنا للأسف اكتشفت أن الإنترنت يؤثر علي بشكل كبير، وأيضا النظرة الواحدة لأي بنت جذابة في الإنترنت تؤثر علي، والمشتتات لا حصر لها. فوضعية الحصول أو وضعية الراهب هو أن تتخلى عن هذه الأجهزة، لا إنترنت، لا هاتف ذكي، لا تلفاز، لا جيمز، وتحيا حياة بسيطة ملؤها البقاء مع النفس، صفاء الذهن، ذكر الله، القراءة بالكتب الإسلامية، القراءة بكتب التأمل، القراءة بكتب الزهد بالشهوات، حتى لو كانت كتب مثلا غير إسلامية لكنها كتب تعلمك السلام الداخلي. فكانت تجربة جدا رائعة، وأصبحت أبتعد عن الإنترنت قدر المستطاع. فإذا دخلت إلى المنزل، طبعا انت لن تستطيع ان تفعلها ان لم تسخن وتحمي قبل الرجوع للمنزل. يجب ان تعود نفسك في الخارج، وانت في الخارج بان تلاحظ يدك، حينما تمتد يدك الى الهاتف تلاحظها، تكون واعيا بهذه اللحظة، لماذا يدي امتدت الى الهاتف. يجب ان تكف يدك ان لم يكن هناك اي معنى ومغزى من امتداد يدك الى الهاتف. ستنتظر قليلا ثم ستجد يدك تمتد إلى الهاتف، فهنا كن واعيا لماذا امتدت يدي إلى الهاتف، وهل هناك شيء ضروري أم أني شعرت فقط بإنزعاج نفسي وملل ووحشة بس لا أريد أو يعني لا أتحمل الواقع أو هذا الإنزعاج الذي يأتيني من شخص معين، خصوصا إذا كنت في المنزل وكان هناك شخص مزعج. طبعا كل أسرة في العالم فيها شخص مزعج نوعا ما، ولذلك الله ضرب لنا مثل بقابيل. ففي كل أسرة هناك شخص يعني بالكاد يطاق أو حتى لا يطاق، لكن الصبر عليه أجر. فتكون أنت مثلا منزعج أو تشعر بالوحشة أو تشعر من على ذلك، فماذا تقول؟ تمتد يدك إلى الهاتف، فلا داعي لأن تمتد يدك إلى الهاتف. حاول أن تعيش كما كان الناس يعيشون في السابق. أنا آخر واحد شريت الهاتف الذكي بالكويت، أتوقع أن أنا آخر شخص، يعني أنا اشتريت الهاتف الذكي، أول هاتف ذكي، يعني أنا نطيت من سوني إريكسون إلى آيفون 5، وعشت طول حياتي من غير إنترنت. من أحلى أيام حياتي، وما حصل الإدمان إلا بوجود الإنترنت، ولا تمتهي كل ما أعرفه من سعادة وامتلاء ذهني ونفسي ورضا وعيش طيب كل هذا، كل الموضوع هذا انتهى بعدما أخذت الإنترنت في داخل النقال وفي داخل اللابتوب،
هما حطم حياتي وليس شيئا آخر، هما ما جل بالي الإباحية وآثارها هدية. صدق صدق لم تصدق على راحتك، لكن هذه تجربتي الخاصة. فأنا عندي إمكانية بأن أقارن بين حياتين، لأن أنا عشت هاتين الحياتين. وأيضا في كل مرة أترك الهاتف بعيدا عني خارج المنزل أحيا أحلى حياة داخل، خصوصا داخل المنزل. أنا ما أترك خارج المنزل، المنزل يصبح جنة، سلام ذهني وامتلاء داخلي، ويعني تأمل وعبادة وقراءة وصفاء ذهن وتحدث مع الوالدة، وأقوم بأعمال بالمنزل، أصلح أمور وبدل بطاريات أكتشف المنزل من جديد، وأصبح حيوي، أريد أن أخرج لأركض، أريد أن أخرج لألعب رياضة، أريد حياتي أصبح جميلة جدا جدا. جرب حياتك من غير هاتف، وكونك أنك أنت جربت مرة ثم بعد ذلك أخذت الهاتف إلى الداخل وانتكست، لا يعني ذلك أن العيب من من ترك الهاتف في الخارج. أو بعضهم يقول لا، أنا إنما تركت الأجهزة ثم أدخلت الهاتف كنت شغفا، فأصبحت فاب 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 انتكاسة 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 انتكاسة. طيب أوكي، هذا شيء طبيعي، لأن أنت تركت شيء كنت بتعلم مدمن عليه فترة معينة، فبعد ذلك سقطت فيه، أكيد تكون مشتاق له، أكيد. لا يوجد شيء اسمه حرمان من الجنس، كما قال نيتناندا، الجنس طاقة موجودة في الجسم، متى ما أردت أن تجعلها خاملة تجعلها خاملة، متى ما أردت أن تجعلها متأججة تجعلها متأججة. هم يريدون أن يؤججوا هذا الجنس فيك للأبد حتى يعطلوك عن الوصول إلى أهدافك، يريدون أن يؤججونه بطريقة سلبية. فهناك تأجيج بطريقة إيجابية وهناك تأجيج بطريقة سلبية. التأجيج بطريقة إيجابية هو أن يتأجج الجنس فيك، فيدفعك ذلك إلى أن تصبح أفضل شخص مناسب للزواج. هو أن تسعى للزواج، تسعى على نفسك، تهتم بصحتك، تهتم بمالك، بأموالك، بنفسك، بعلاقاتك الاجتماعية، لكي تحصل على الزواج. سيكون هنا دافع إيجابي لك في الحياة وفي تضبيط نفسك و أمورك الاجتماعية والصحية مع ذلك والمالية. أما التأجيج السلبي هو أن تنحى منحى الفاب، تصبح متأجج فاب، انتكاسة، عادة سلبية، عادة سلبية، انتكاسة، انعزال، تأجج تأجج تأجج، حرمان حرمان حرمان، ألم، لا لا، انعزال انعزال، انتكاسة انتكاسة. هذا الالتحاب البسيط، الالتحاب البطيء. لا يوجد شيء اسمه حرمان، لا أحرك عليكم. الإمام أحمد بن حنبل تزوج عمره 40، إمام ابن تيمية لم يتزوج، كثير من الأمة تأخر زواجهم، طبري لم يتزوج. أساس الزواج يعني ترك الزواج ليس مكروها، كذا تزوج تزوج، لا تريد تتزوج لا تتزوج، الموضوع راجع إليك، راجع إليك. نعم، إن لم تأكل فهنا حرام، إن لم تأكل بتاتا إلى أن ضريت بنفسك فهنا حرام. لكن إن لم تذهب إلى الحمام وضريت بنفسك هنا حرام، لأن هذا مضرة بالنفس. لكن ما أحد يقول إن أنت لا الحرام إنك أنت لا تتزوج، لا، زواج راجع لرغبتك. لكن لمن لم يبتلي بالإدمان، وأنا أنصح من لم يبتلي بالإدمان قبل أن يبتلى بالإدمان، لأنه قد يبتلى بالإدمان، قد يسقط في الإدمان، يعني يبادر بالزواج. يعني شخص مثلا عمره 20 سنة 18 سنة لا مثلا لم يسقط في الإباحية أو في بدايات الإباحية، قل انقذ نفسك
وهو إلى الزواج، لكن طبعا يكون زواج ليس متعجلا بل هو بالسعي لكن جد الفترات المناسبة. ف نعم هنا أنا أنصح بالزواج من الخطأ. المشكلة مشكلتكم مشكلتنا في هذا العصر أننا عشنا في زمن زمن فساد، ليس فقط في الزمان فساد أخلاقي، فساد في جميع الأنحاء والأحوال. ملايين عشرات الملايين يموتون من الجوع كل سنة، أول مرة تصبح في التاريخ، أول مرة الفقر ينتشر بهذه الطريقة، الناس ملايين يموتون من الجوع. أمراض جديدة مثل السرطان ومثل الإيدز ومثل مش عارف إيش تنتشر لأول مرة، الضغط، السكر، السمنة. لا يضحكوا عليكم، أنتوا ليس هذا هو الزمان، الظلم في كل مكان، القمع. ف ما حدث وان الان يسهلون لك طريق الزنا، يصعبون عليك طريق الزواج. هذا هدف ابليس تحقق. ف الزوج او الرجل يتزوج متاخرا، وحينما يتزوج يتزوج امراه كبيره. حين ذهبت كل السنوات الماضية سمحت بوقوع الفتن، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض. فالموضوع هو أن الشاب ينبغي أن يتزوج مبكرا، الفتاة ينبغي أن تتزوج في السن 12. لماذا؟ لأن الفتاة تبلغ في سن 9 وينتهي عندها الحيض وما إلى ذلك والحمل سن 45 تقريبا. أما رجل فمفتوح له، ممكن ينجب عمره 70. هذه ناحية. الناحية الأخرى، الرجل يبلغ 14 ويتم غير محدود. هذه ناحية. الناحية الأخرى وأيضا مهمة ليست أقل أهمية من هذه، أن الرجل لا يدعي يتزوج أكبر منه، يدعي يتزوج أصغر منه بعشر سنوات 5 سنوات ما إلى ذلك. والفتاة لا تريد أن تتزوج من هو أصغر منها، تريد أن تتزوج من هي أكبر منه. فإذا هنا توافق الرغبتين، هي تريد الأكبر ويريد الأصغر. فالفتاة حينما تصل إلى سن 30 هنا يعني جزء كبير من فرصها في الزواج تذهب، وخصوصا في هذا العصر تبدأ تدب فيها الأمراض مع الفاست فود والكيماويات. فهذا من الظلم، لها تعطيها فترة فقط من 21 إلى 30 أن تجد زوج وإلا فلا، وهي تشعر بالاستثارة من 16 وليس عندها مانع أن تتزوج واحد أكبر منها بعشر سنوات، عمرها 26 وعمرها 16. لا تمشون على النظام الغربي السخيف، هو الذي حطم المجتمعات، هو يتزوج، هو ينبغي أن يكون عمره 18 أن تكون عمره 18. لا توجد فتاة تريد أن تتزوج شخص أكبر منها، لكن رجل الشخص أصغر منها، لكن رجل يريد أن يتزوج، يعني قد تريد لكن لا تحبذ، تريد شخص أكبر منها يهتم بها، شخص ناضج ذهنيا، شخص كذا. ليس هذا الموضوع، هذا الموضوع تكلم فيه كثير من الغربيين. كتاب The Rational Male حق توماسي نيل توماسي، هذا الكتاب ثوري ومنتشر بين النوفابرز وبين الخبراء في هذه الأمور، The Way of the Superior Man، كتاب أيضا نفس الموضوع، اختلافات بين الذكر والأنثى. سأتكلم في هذه المواضيع مرة أخرى، لكن موضوعنا الآن في المنك
تذكرون الأمور التي أنسى أن أنسى أن أفصل فيها فيديوهات أخرى. المايك مود إخواني إخواتي إن كان فيه جرب فقط جرب أن تترك الهاتف في سيارة. عود نفسك أنت في الخارج. أنا تجربتي أنا طبعا نعم كنا نتكلم أنك أنت لو أن أنت جربتها ثم بعد ذلك انتكست. طبعا ليس الغلط في الطريقة والأداة، الغلط في أنك لم تستمر، لم تواظب عليها، هذا هو الخطأ. لو أنت مستمر في ترك الهاتف خارج المنزل لم تنتكس، لكن أنت حفزت نفسك يوم يومين ثلاث على ترك الهاتف في المنزل ثم بعد ذلك نسيت، غلب الإدمان عليك، تسللت الغفلة إلى نفسك وجاءك الشيطان ووسواس النفس ورغبات الذاتية وما إلى ذلك، فأخذت الهاتف الأداة. لذلك أنا أقول لك كل يوم ذكر نفسك حتى لو تعافيت، كل يوم ذكر نفسك، كل يوم قم بتمارين العادة السريعة، كل يوم تذكر وأنت أمل بحياة النوفاب السعيدة وأن النوفاب سعادة وأن الإدمان هلاك. كل يوم ذكر نفسك، كل دقيقة كل ثانية كل ساعة أنت في ورطة عظيمة، ورطة حياتك. كل يوم كل دقيقة كل ثانية تنفس كره الإدمان، تنفس حب والاستمتاع. يعني أنا اليوم ذاهب لأجري معاملة فترة العصرية، المعاملة هذه أستطيع أني أفوض فيها شخص آخر، لكني حبيت أني أنا أعملها، زدتني فيني طاقة وكذا وأريد أن أعمل هذه المعاملة. ونسيت شيء ورجعت البيت أخذت ورقة ورجعت، هنا قاعد أتأمل في نفسي أقول أنا لو كنت يعني على أيام الفاب أيام الإدمان لكنت أنا جالس، لكنت لم أستطع أن أفعل هذه المعاملة، لكنت أنا في فترة العصرية يعني مستلقي على الفراش وفاب فاب 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 ومتخدي طوال الوقت، ولو بعد إن كان موضوع أستطيع أن أفوض فيه أحد خلاص تذهب أنا لا أريد زين. قلت الحمد لله أنا أستطيع أن أنسى هذا الموضوع، لا أنا أصبحت على وعي بمخاطر الإباحية بحيث أن كل فرصة أقول الله شفت شلون أنا قاعد ألعب رياضة لو أنا كنت على الفاب، والله لا جيت لا نيت النادي ولا أني تحركت ولا أني زين. إيش دخل موضوع الحين النوفاب وتأكل عادة السرية والإباحية بذهابك للنادي؟ يروح خلاص تماما واسكت. لا لا لن أسمح للشيطان يوقعني في هذا الفخ. الآن أتذكر وأنا ذاهب للنادي، أتذكر النوفاب تأكل عادة السرية الإباحية وأنا آكل أكل صحي، أتذكر بأن هذه نعمة من نعم الله علي بالنوفاب، بأني لو كنت على الفاب والعادة السرية كنت آكل أكل غير صحي. أنا ما أتعامل مع الناس، شوف 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 محمد شوف شو قاعد تعامل مع الناس بأريحية، هذا بسبب النوفاب، لو كنت على الفاب كنت لا تستطيع أن تتحدث بهذه الطريقة. كل دقيقة والله لا أريد أن أجعل للفاب علي مدخل ولو بنسمة صغيرة، لن أسمح. هكذا تنجح بالتعافي، هكذا تصبح شخص متعافي. كن على المونك مود، كن على وضعية الراهب. أنا أجلس أضع الإبساط، طبعاً أصلي أذكر الأذكار، أجلس على الإبساط لا أقوم، كتابي معي، تفسير أقرأ بالتفسير، أقرأ بالسيرة النبوية الشريفة، أقرأ بقصص الأنبياء، كل هذه الأمور ترسخ وضعية الراهب، وضعية الناسك. وأتقل الأكل بسيط أجعله الأكل بسيط، والأهم من ذلك أن أتأمل. أهم يعني أنا سأقول لكم أعمدة وضعية الحصول أو يعني أعمدة وضعية الراهب العمود الأول ترك الهاتف في السيارة،
والوعي بنفسك كلما إن كنت في خارج المنزل كلما امتدت يدك الهاتف تعود نفسك إنك أنت تكفها وتواجه مشاعرك. العمود الثاني إنك حينما أنت تأمل خصوصا عندما تدخل المنزل لا تذهب مع أفكارك يمنة ويسرى. تقول ذكر معين ركز بالذكر، تصلي ركز بالصلاة، تقرأ ركز وتتأمل كيف أن النوفاب نعمة، وتتأمل كيف أن حياته سعادة وأن الانتكاسة عذاب. هذا العمود الثاني. أقرأ كتاب ذا بوا أفناو اللي هو قوة الآن، طبقوا ما فيه. هذا أعد أعمدة وضعية الراهب وليش الحصول. فالعمود الثالث، العمود الثالث هو أن تترك التطلع إلى رغبات أو أي هدف مادي. ستأتيك فكرة يجب عليك أن تصنع الكثير من المال، قل ليس الآن، ليس الآن، أنا الآن في وضعية واحد، لا أريد شيء، لدي كل شيء. أليس، ألست، اسأل نفسك، ألست آمنا في سربك؟ ألست، جاوب، جاوب الآن، ألست آمنا في سربك؟ يعني في الجماعة التي أنت فيها، لا يوجد، لست معتقلا ولست في وسط ميدان الحرب، لست في قتال الآن ولست معتقلا، تنام بأمان يعني، تبات آمنا في سربك؟ ألست تبات آمنا؟ أليس عندك قوت يومك؟ أي قوت كان؟ مهم شيء تتقوت فيه في هذا اليوم، قوت يومك فقط، يومك هذا. جاوب، ألست معافا في جسدك بشكل عام؟ لست مستلقي في المستشفى؟ إذن فقد حيزت لك الدنيا بما فيها، كل مو الآخرة، مو الراحة النفسية، الدنيا. وحينما الشرع يتحدث عن الدنيا فالمقصد بالماديات، الماديات الدنيوية، حيزت لك الدنيا، الدنيا يا أخي، احنا ما قاعد نتكلم على الآخرة أو النفسية، قاعد نتكلم على الدنيا، حيزت لك الدنيا بما فيها، لا تحتاج إلى أي شيء آخر غير هذه الثلاث، حافظ عليها، واظب عليها، امتن لها كل يوم، عندك أكثر من هذه الثلاث أصلاً. العمود، فقلنا العمود الرابع الثالث أو هو أن أنت لا تطلع على أهداف مادية، أصلاً في الحقيقة لا تحتاج إلى أهداف مادية. إذا قبل كم يوم أحد أصدقائي قال لي قصة عن أشخاص يقربون له يعني، ولا سمعها بالكتاب ولا كذا، هو كان موجود حينما تحدثت هذه المرأة، وهذه المرأة مليونيرة إلى وثرية إلى هذا البيت، ثري إلى درجة فاحشة، ولديهم من النفوذ ولد من الخيرات شيء خيالي فعلا يعني، فعلا لديهم يعني، لا يوجد شيء من نفوذ يقف في وجوههم، لا يوجد شيء يشتري بالمال تقريبا لا يستطيع أن يشتريه، ومع ذلك ابتلي زوجها بالسرطان وتوفي، وابتلي ولدها بالسرطان وتوفي. فقالت هذه الأم، لدي الملايين ولدي الثروة العظيمة والممتلكات والخير، ومع ذلك لا أستطيع أن أهنأ، أخذ المرض ابني وزوجي فلم أهنأ في حياتي، ولم أستمتع أموالي، لم تنقذني أموالي من هذا الحزن الشديد وهذا الألم على الفقدان، ومع هذا الألم الدنيوي فأني سأحاسب على أموالي في الآخرة. ليس المقصد أنها، لا أعتقد أن المقصد أنها خذتهم بالحرام، لكن المقصد أن كما جاء في الحديث بأن الفقراء يحاسبون سريعا
أما الأغنياء فيحاسب على كل فلس من أين اكتسبه وفيما أنفقه وما إلى ذلك. فتقول يا ليتني كنت امرأة فقيرة لكن معي زوجي وابني وأحيا حياة طبيعية. فهذا الأمر ينبئنا عن حقيقة الحياة. أنا بين فترة أخرى يعني أحب أني أبحث في تفسير بعض الآيات التي أجد أنها تمس فيني مثل هذه المواضيع. فأشارككم، فإذا كنت أنت مثلا تخشى فوات الدنيا عليك، فوات بنت، فوات مال، فتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء الخير على الصحابة فقال: ما الفقر أخشى عليكم؟ أنت تخشى الفقر على نفسك، تخشى عدم وجود جنس، عدم وجود زوجة، أنك لن تحصل على زوجة، لن تحصل على المال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم. وما يخشى علينا الفقر، يخشى علينا أن تبسط لنا الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قال المبارك فوري في عوضة في تحفة الأحوذي: التنافس ميل النفس إلى الشيء النفيس. وقال: أي أن ترغبوا، معنى الحديث أن ترغبوا فيها بغاية الشدة بالرغبة، ترغبوا فيها بالماديات هذه، بالأموال، بالنساء، رغبة شديدة، فيهلككم التنافس ويكون جدًا أمامك حد. ماذا تريد؟ شهرة، وجاهة، منصب، أمات عين، إن الناس تقول إنك أنت إنسان ناجح، ما أظرفه، ما ألطفه، ما عقله. ما شاء الله، ما عقله، لديه مال، ما ألطفه، لديه وسامة، ما أكثر حظه، لديه زوجة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن في آخر الزمان، إن حينما يعني يقال لرجل ما أعقله، ما أضافه، ما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة من إيمان، فلا يكون هذا تطلعك. الآية التي تقول من كان يريد الحياة الدنيا، أنا أترك هذه لفيديو آخر، لكن المقصد، نعم، قلنا العمود الرابع، نريد أن نختم. العمود الرابع هو أن قلنا العمود الرابع هو أن تترك تطلعات المادية، تجعل كل تطلعاتك الحصول على الحكمة، حصول على السلام الداخلي، استمتاع بالذكر. والله يا جماعة، أول مرة استمتع بالذكر حينما بهذه الطريقة وصلت إلى مرحلة الالتذاذ التي كان يتحدث عنها السلف. أني كنت أزلت الدنيا من قلبي والمشتتات. الناس تبعث لي مسجات وتلفوني في الهاتف، لا أعلم عنه، لا أعلم عنه، ولا أريد أن أعلم. إلى ثاني يوم مقبل على ربي بالأذكار، ليس من باب الرياء لكن من باب الاقتداء. أقول لكم تجربتي حتى من يريد أن يجرب يتشجع. تركيز على الذكر، كلما ذهب ذهني يمنة ويسرى، ليس لزاما أركز على الذكر، لكن لن أتركه يذهب في يمنة ويسرى. لا أريد شيء في الحياة، لا أريد شيء. ذكر الله والبطن نصف مملوء، الحمد لله. تتهي من هذه الأمور، تقرأ قصص الأنبياء،
تفسير أي كتاب سيرة أي كتاب تريد أن تقرأه، تذهب تضع فراش رأسك على فراشك وأنت مطمئن طيب الخاطر، تعلم أن لديك ربا وأنت قمت بعبادته، ترجو ثوابه وتدعوه أن يوفقك لتجلي صلاة الفجر، بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، تخلد إلى النوم مبكرا، نمت مبكرا واستيقظت مبكرا. يا جماعة والله هذا ما حدث. طبعا بعض المرات كحال الدنيا تأتيك منغصات هنا وهناك، لكن أعرف أن هذه آثار سحابية، وبعض المرات تكون هذه طبيعة الحياة. في السابق حتى التليفون فيه آثار سحابية، لأن في السابق كان حينما تأتيك منغصات تأتي التليفون تريد أن تنسى، أدخل هذا الفيديو، أدخل هذا المسجات، أدخل هذا التويتر، أريد أن أنسى. حتى عندما تترك الهاتف قد تأتيك بعض المرات يعني حالات انسحابية، لأنك أنت تريد أن تشتت نفسك لا تستطيع، تبدأ تواجه نفسك. سأتحدث معكم عن وضعية راهب في المستقبل وما حدث معي، والعمود الخامس هو أن تجعل حياتك بسيطة. نسيت أن أذكره باختصار، تأكل أكل بسيط، تجلس على الأرض إن استطعت، أو المهم أن أنت ترضى وتستمتع بأبسط الأمور. أحبكم محمد الغطاط، أتمنى أنكم استمتعتم واستفدتم، نلقاكم في الفيديو القادم، في أمان الله.